بعد ظهور الإعلامي الأول في العالم العربي لشابين مثليين هما محمد وغيث يطالبان ضمن برنامج للنشر بتشريع زواجهما. جاي طالب إنه شيء يتزوج أنا وياه. إن زواج المثليين صار إنه كذا بلد وكذا عالم إلا عنا هون. لسه بعد مش ما ظهر الزواج ولا يطلب. ما هي لوين حدها هالعقوبة الدينية؟ لوين حدها؟ طيب العقوبة الدينية تصل إلى 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 درجة القتل. القتل؟ نعم تصل إلى درجة القتل. أنت داعش واحد سيدنا. داعش تصل عقوبتكم في الإسلام. أنت داعش واحد. اتصل بنا مقاتلون في الجيش السوري الحر ليثبتوا لنا وبالصور أن أحدهما محمد هو مقاتل سابق في صفوفهم واسمه الحركي الزلزال. فكيف انتقل هذا الزلزال من حال إلى حال؟ كيف وصل إلى لبنان؟ استقصينا وتحققنا من الأمر لنجد صوراً لمحمد في أحد المواقع التي تدعم الجيش الحر تنعي فيها سرية من الشهداء عام 2012 ومن بينهم محمد. فهل يعقل أننا استضفنا محمد بعد سنتين من رحيله؟ وأخيراً كيف ستكون المواجهة بين طرفين الليلة في للنشر؟ رح نبدا الكلام مع ابو اسامه من الجيش الحر ومن بعدها منتابع كمان مع ابو بشير كمان من الجيش الحر من تركيا. خليني ابدا مع ابو اسامه معنا. الو الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش اخترت انك تجي وتقول انه محمد كان بالجيش الحر بعد ما ظهر على الشاشه؟ لانه هذا يا مدام هذا كان من اول صفوف الجيش الحر وكان من المقاتلين اللي بتحكي فيهم العالم ومتفاوض من اصابات. وهذا الولد يا مدام هذا عسكري من النظام الاسدي واعلن انشقاقه في داريا وعده معارك الى وتفاوض عده اصابات وانسحب الى القلمون ونزل من القلمون الى لبنان يتعالج بهوية لبنانية. كيف دخل إلى لبنان؟ بهوية لبنانية. مزورة؟ لكن مزورة؟ تمام مدام. نعم. يعني هو سوري الجنسية من الميلتين. إيه مدام إيه. نعم. ونحن ما بنستقبل هيك عالم عنا. وهذا الزلمة أوسخ بني آدم على وجه الأرض لأنه فرعون يا مدام فرعونها رب العالمين. شوفي شو سوى فيه. بس قلت انه من افضل المقاتلين. هلا قلت انه عم تهاجم ورجعت. يا مدام هذا الشكل يطلع لنا مستحيل. يا مدام انت تعترض على انه مثلي يعني ويقاتل؟ مدام هذا الزلمه كان مع نظام الاسد واعلن انشقاقه والتفت الى صفوف الجيش الحر وعلى اساس انه اهله بدهم يعالجوه بلبنان من الاصابه. يا مدام نعم. ايه امه بترضى بهذا الشكل او اهله بيرضوا بهذا الشكل؟ مستحيل لا. بس مشان اقول لك يا مدام هذا الولد حضرتك قريبه او فقط مقاتل كنت بالصفوف معه؟ هذا لا انا مقاتل مثله. No. بس هذا الولد لأني يمكن على ما أظن أنه عرفني لأنه عطاني سترته بالقلمون. طب ليش ما جربتوا تستفقدوه قبل؟ ليش نطرته لطلع على الشاشة؟ هو يقول أنه صار له 4 سنوات بلبنان. كذاب يا مدام. وأنه أمه لبنانية. كذاب يا مدام. صار له سنة. صار له سنة يا مدام. وهذا الولد كمان غياب هربان من الأردن على لبنان فهي التهريب كمان. نعم. هرب من سوريا إلى الأردن ومن الأردن على لبنان هرب. إذا سمعك هلأ وقرر يرجع لصفوف الجيش الحر شو بتقول له؟ لك إذا الله رافضه، إذا هو عم يرفع عرش الله، أنا بدي استقبله يا مدام بأي دين بأي شرع يستقبلوا لهذا الولد الوسخ. ولا دين من الأديان يا مدام تستقبله. انا بس بدي اعرف بس اعتراضك على انه مثلي ولا على انه منشق؟
لك مدام لك مكروه مكروه مكروه، الله كرهانه الله بالقرآن الكريم، هدول قوم لوط يا مدام. ما جاوبني تحديدا على السؤال، حضرتك موجود بهذه الصورة اللي معنا؟ لا يا مدام. طيب بس عندي سؤال محدد، يعني أنت ناقم عليه لأنه مثل الجن؟ لا 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 مدام، لا يا مدام، لأسباب أخرى. السبب هو طلع يتحدى الله ونحن طلعنا كرمال كرامتنا. طيب أوكي. وأي دين بأي مذهب هذا مرفوض يا مدام. مين سميه زلزال؟ تفضل عيدي مدام. مين أطلق عليه تسمية زلزال؟ هو مدام طلع عليه مشان انه لانه عسكري من شر. يقول انه هو كان بلبنان وكان يشتغل ببار. كذاب كذاب مدام كذاب. طب شو لك مصلحة تطلع تقول هالكلام عنه طالما هو ما ذكر الجيش الحر اصلا بالمقابلة؟ ليش استفزيت انت وقررت تحكي عنه؟ يا مدام هذا وطلع انا مالي عنده ان شاء الله بضل بلبنان سنين، بس انه يطلع حتى رب العالمين مستحيل مستحيل يا مدام. لحتى انت لازم تعترضي عليه وكل العالم متعترض. هو ما قال اي كلام له علاقه بقتال، هو نكر هذا الشيء وقال انه هو لبناني وامه لبنانيه وحكى بمنطق اخر ما جاب سيره الحرب اصلا. بس حضرتك يبدو انك مستفز كثير، يعني مش هيك سالتك اذا انت قريبه او لا. لا لا مدام لا بقربه ولا شيء، بس انا بعرفه من العدة اللي اجتمعنا أنا وياه في عدة معارك فقط، بس أنا ما بعرفه إلا هيك يا مدام. وهذا الولد حرام يا مدام يضل بلبنان، بتمنى من كل الطوائف إنه هذا الولد وسخه حرام يعيش هون. هيدا بس بدي أقول لك حرام يعيش بلبنان قصدك؟ بكل الدول لحتى نحن. شو يعني حرام يعيش؟ يا مدام يعني يا عم تدعي لقتله يعني؟ لا 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 الجيش السوري، لانه الجيش السوري بهذا الوضع حكم عنده 7 سنين. بس فيني اسالك سؤال، انت يعني كانك عم بتقول انه كمان مساله المثليه معيبه لانها تكون بين صفوف الجيش، ما هيك؟ هيك قصدك؟ عيدي لي مدام. ما كانه مساله المثليه كمان زعجتك، عم بقول انه احد المقاتلين يكون مثلي. لا لا نحن لا نعترف عليه مدام. انت تعرف انه هو مثلي؟ انت تعرف انه هو مثل الجنس؟ لا يا مدام لا ما نعرف هالشيء. تعرف انه يعني بمنطق اخر شاذ جنسيا؟ نحن ما نعرف غير وطلع على التلفزيون بس فقط يا مدام. وما رايك باعلانه لزواجه؟ نعم يا مدام. ما رايك باعلانه لزواجه من رجل اخر؟ رجل لك يا مدام هدول قوم لوط، الله الله بالقران الكريم كتب فيهم قوم لوط. طيب يعني الشرع واي شرع واي مذهب واي دين مرفوض يا مدام. طب خليني بس اقول لك شغله، انه محمد مختفي من الساعه 3 بعد الظهر اليوم بعد ما تواصلنا معه اكثر من مره، وكان بده يطلع معنا ليقول انه يدافع عن حاله ويقول انه الكلام اللي قاله سابقا مظبوط، ويقول انه اصلا ما قاتل لكان يا مدام ما قاتل قبل بصفوف الجيش الحر. لك غلطان ولكنه مختفي من الساعة 3، يعني كل الأجهزة الأمنية مكلفة إنها ترجع تلاقيه تم الاتصال فيهم ليكون يرجع يتلاقى. أقولك وين راح؟ والله يا مدام ما بعرف، بس نتمنى من الله إنه يرجع لعنا. ما كان في اتصال بينك وبينه من 3 لهلأ؟ لا 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 مدام. طيب لا خلينا ناخد على سكايب أبو بشير من تركيا، كمان بصفوف الجيش الحر، وبقول إنه معنا صار أبو بشير؟ معك اسمع تفضلي. نعم حضرتك شو بتقول عن هذا الوضع وشو تعليقك على محمد تحديدا كونه حضرتك كمان بالجيش الحر؟ عفوا بس بدي اسال على ضيف الحلقه حضرتك شو بيكون؟ عفوا ما سمعتك. الاخ المشارك معنا بالحلقه شو بيكون، هذا مدني ولا جيش حر؟ ابو اسامه لا بيقول انه جيش حر ومقاتل كمان. تمام يا ستي اهلا وسهلا فيكم. بالنسبه لهذا الشاب حكيتوا عنه مثلي، هذا اول شغله يعني لو 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 انه خارج لمسكوا احنا كجيش حر والله العظيم لا نخليه يتمنى الاعدام، الاعدام ما يشوفه اصلا. بدي اطلب منك تحكي على مهلك وبطريقه اوضح لو سمحت لانه ما عم بقدر اسمعك. عفوا بدي اطلب منك تحكي على مهلك وبطريقه اوضح لا اقدر اسمعك. تمام تمام يا ستي، بالنسبة لهذا المدعي أو مثلي نعم ولوطي هذا الشاب، تمام. أول شغلة بالنسبة
انه الجيش الحر، اتمنى انه يكونش الجيش الحر والله، يعني هاي امنيتي مع بشار اضافه لامنيتي لشيخ بشار او لسيد نظام بشار، امنيتي انه اكونش هيك شاب يعني بصراحه، المهم ما احنا متفقين بالجيش الحر هيك شباب، يعني جيش حر يعني بطل، يعني رجل، يعني ذو صفات عن جد خارقه والله. ولكن هذه المظاهر موجوده وين ما كان، ما انا موجوده عند ناس ايه وعند ناس لا، الحديث منه سياسي، الحديث تمام. هل هذا الشاب تمام. قاتل تمام. في الجيش الحر او لم يقاتل؟ كلامك حلو، كلامك حلو، كلامك حلو، بس ما اتوقع في لواء او تشكيل عسكري بالجيش الحر بيستقبل هيك كلام، هيك عالم مثليين، هيك عالم منحرفين جنسيا. يعني انت تقول انه لم يقاتل ابدا في الجيش الحر؟ هذا ما يعني مو قصة، ممكن شارد عروده، ممكن صور، ممكن لقاله قصه، ممكن بس في صور لقاله، في صور لقاله، في وفي احد المقاتلين يقول انه فعلا كان موجود. بس صور يعني صور عندك اليوم البروجرام والتقنيات شغله مدمره، يعني ما هي قصه صوره وقصه بشير باروده واتصور وقصه عمل حالي جيش حر. ابو بشير حضرتك بالجيش الحر، لحظه، حضرتك بالجيش الحر وابو اسامه بالجيش الحر وما قادرين تحسموا اذا هناك مقاتل كان بصفوف صفوفكم او لا، مين بيحسم يعني؟ ابو اسامه بعدنا على الخط، بعده على الخط معنا. عفوا 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 لو سمحتي، معي تسمعيني حضرتك؟ طب خليني اسمع، خليني اسمع بس، تفضل تفضل ابو بشير. مين انا؟ هلا هلا. بالنسبه له جيش حر، جيش حر نعتبر جدلا انه جيش حر، تمام، ما في مشكله، هذا يتمنى الاعدام لو كمشناه تحت وعرفنا وحققنا وثبتنا عليه. اول شغله عندنا بديننا بإسلامنا هذا يعدم، ويعدم الاعدام، يعني اوصف لك بطريقه خافي، يعني هذا يكبل الايدين والاجرين ويرمى من اعلى بناء. ما شو هو الجرم اللي بدك يعدم عليه؟ عفوا، الجرم اللي بدك يعدم عليه على انه مثلي او على انه منشق او على انه هربان او فار من الجيش الحر؟ لا لا لا، مثلي 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 عم احكي. هيدي المساله، هيدي المساله مش هي، مش هي حديثنا قد ما حديثنا هل هو مقاتل معكم او لا، او كان معكم ام لا. لا لا، انا جدلا جدلا معكم، طبعا انا هيكش اقول انه مقاتل، لو مقاتل ووجد بتشكيل الجيش الحر تمام، ولو ها لو انا مش واضح عند الكلام، عفوا لو وجد، طيب مش واضح عند الكلام معا. على كل حال مثل ما يا ريت بعده معنا على الخط ابو اسامه لنعرف التناقض بين ابو بشير وابو اسامه، اذا ما بيعرفوا بين صفوفهم هل محمد موجود كان او لا. اوكي خلينا